وهو يمكن ناس كتير على السوشيال ميديا واخده بالها من التفاصيل، ولكن احنا كمان هنركز على هذه التفاصيل، لان لو رابطه الانديه هتبدا الموسم ان العقوبات ممكن تتاخر نبقى عارفين. يعني الاسبوع الاول انتهى، الاسبوع الثاني هينطلق بعد غد يوم الاثنين 25/9، فالاسبوع الاول انتهى يوم الخميس 21/9، عدى الجمعه والنهارده السبت وبكره الحد، 72 ساعه قبل انطلاق مباريات الاسبوع الثاني. عايزين نعرف بقى مين خالف، مين نزل متاخر، مين ما طلعش السكور شيت وتشكيل المباراه في الميعاد المحدد، الاشتباكات اللي حصلت في احد المباريات، ايه العقوبات اللي المفروض هنشوفها. كل ده احنا منتظرين نشوفه خلال الساعات اللي جايه، لان احنا بنبدا موسم عايزين نبدا فيه صفحه بيضاء، ننسى كل اللي فات ونبدا نشتغل من جديد، نبدا نشوف اخطائنا اللي قبل كده وما نكررهاش تاني، نبدا نحط نظام، مين نفذ شروط الرابطه في الحقوق الاعلانيه، في الحقوق التسويقيه، مين خالف شروط الرابطه، كل الحاجات دي عايزين نعرف العقوبات اللي هتنص عليها او اللي هتقررها لجنه المسابقات في الرابطه او اداره المسابقات، عشان نشوف من بدايه الموسم مين هيلتزم ومين مش هيلتزم، ونشوف العقوبات كذا كذا بناء على نص الماده كذا، مين خالف في حقوق الرعايه فالعقوبه اللي هتطبق عليه كذا كذا. احنا عايزين نشوف بقى لائحه العقوبات والقرارات اللي هتتخذها الرابطه المفروض خلال 24 ساعه، لان مش معقول ومش منطقي نبدا الاسبوع الثاني ولسه الاسبوع الاول ما خرجتش منه اي قرارات، والاسبوع الاول انتهى من يوم الخميس الماضي، كانت اخر مباراه مباراه الزمالك وبيراميدز، عدى الجمعه، النهارده احنا اهو السبت خلاص في اخر اليوم، مفيش اي قرارات، بكره اخر يوم قبل انطلاق الاسبوع الثاني، يبدا الاسبوع الثاني وندخل عقوبات الاسبوع الاول في الاسبوع الثاني، ده مش شغل بروفيشنال يعني، ده ملوش علاقه خالص بالاحترافيه. فعشان نبدا مسابقه بشكل كويس، التصوير ممتاز، الحدث بيتنظم اداريا بشكل مميز جدا، الحكام ظهروا بشكل كويس في الاسبوع الاول، ولكن لسه التقييم مش دلوقتي، محدش يقدر يقيم نجاح المسابقه او حكام المباريات نجحوا ولا ما نجحوش، كل ده لسه ما نقدرش نتكلم فيه الا بعد الاسبوع السابع والاسبوع الثامن، لكن دلوقتي اي تقييم هيبقى بدري جدا. ولكن الجزء اللي يخضع للتقييم دلوقتي هو الجانب التنظيمي، عندك اسبوع اول خلص العقوبات طلعت ولا ما طلعتش، دخلت على الاسبوع الثاني الاسبوع الاول ما صدرتش عليه اي عقوبات، يبقى كده الاسبوع الاول المفروض ما فيش حاجه، لكن لو اتلعب الاسبوع الثاني وطلعت عقوبات الاسبوع الاول والثاني كده مش هيبقى في نظام ولا هيبقى في احترافيه من اداره المسابقه. الحاجه الثانيه كمان يمكن انا لفت انتباهي ان صفحه رابطه الانديه طرحت استفتاء على افضل هدف في الجوله الاولى، بيرسيتاو ورمضان صبحي كذا لاعب يعني في استفتاء الجوله الاولى، ويمكن حاليا دلوقتي يمكن بيرسيتاو متفوق بنسبه 72% وباقي على نهايه الاستفتاء حوالي 4 ساعات. ولكن الجزئيه اللي انا عايز اسال عليها، هل خلاص تم الغاء مين افضل لاعب؟ هل تم الغاء افضل، خلاص افضل هدف اوكي، افضل مدير فني، افضل جمهور؟ لو الحاجات دي اتلغت يبقى كويس قوي، لان انا فاكر هنا من نفس المكان في برنامج الترند قلت وطرحت لو استفتاء افضل لاعب في كل جوله بيسبب ازمه بلاها خالص، بلاها يعني، طالما انت حاطط الامر للتصويت اوكي قدامكم على التصويت. الحاجه الوحيده اللي اتطرحت الان حان موعد تصويت الجماهير، برايك اي الاهداف هو هدف الجوله الاولى او افضل هدف في الجوله الاولى؟ بيرسيتاو يعني 72%، رمضان صبحي ما كملش حتى 1%، مابولو 26.5%، عبد العزيز السيد يعني بنتكلم في حوالي 7/10، ما كملش حتى 1%. فده كويس ان يكون في طرح لفكره التصويت الجماهير على افضل هدف في الجوله الاولى، ولكن ده اللي اتطرح بس، هل فكرة مين أفضل لاعب ما تطرحش؟ كويس، ما عندناش مانع، ما عندناش مشكلة على فكرة، لو التصويت بيعمل أزمة بلاها خالص زي ما قلت قبل كده. فلو هيطرح أفضل هدف ده كويس، ما فيش مشكلة، حاجة واحدة ممكن تطرح والناس تصوت عليه، ولكن لما تطلع النتيجة ولقينا النتيجة عكس التصويت اللي احنا شفناه لازم يبقى فيه توضيح وتفسير، واحنا في بداية الموسم، هل تصويت الجمهور هو التصويت الوحيد؟ هل في تصويت فني غير معلن؟ هل في رأي للكباتن أو المديرين الفنيين في الدوري؟ هل في رأي لجنة فنية؟ لازم يبقى في شفافية على فكرة في الحاجات اللي زي دي، الحاجات اللي زي دي على فكرة جزء من نجاح منظومة الدوري العام.